تحياتنا لكم جميعا، اليوم موجودين في البتراء طبعا مستمرين في تغطية كل فعاليات مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية، ومعنا الآن لاعب محترف بالرياضات الإلكترونية وقائد منتخب الأردني للألعاب الإلكترونية ومثل الأردن على مدار 5 سنوات، عمر العدوان أو الملقب بفايبر. أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. طبعا كنت معنا أنت في لقاء عبر راديو هلال، اليوم حابين نحكي أكثر عن الفعاليات اليوم خاصة في البتراء كأقليم الجنوب. أول شيء الحمد لله إحنا خلصنا أقليم الشمال وخلصنا أقليم الوسط، والحمد لله أخذنا تغذية راجعة من اللاعبين وجميع المشاركين بأنه هذا إنجاز عظيم وتقدم عظيم لمنتخبنا الحبيب أو بلدنا الحبيب الأردن، وذلك طبعا كل الجهود نقدر نشكرها للاتحاد الأردني برئاسة سمو الأمير عمر بن فيصل ومع عدة رعاة وشركات أخرى. إحنا الحمد لله الآن عندنا اليوم آخر إقليم اللي هو إقليم الجنوب، إحنا الآن بالإيفنت بالبتراء، بعد ذلك إن شاء الله متجهين إلى العقبة اللي هو الحدث الرئيسي والنهائي إن شاء الله. الحمد لله زي ما انت شايف احنا عم يعني بنشوف حضور جدا خيالي، وبنشوف الحمد لله يعني نحكي ازدهار في هذا المجال خصوصا بهاي السنه والسنوات القادمه، فالحمد لله الان الامور ماشيه الحمد لله 100%. طبعا في عدد كبير من الشباب اللي موجودين كمان في القاعات تحت، لانه حيكون في جلسات وركشوبس، فيعني يمكن الناس مش مقبلين على المنطقه هون شمس، يمكن لما تغيب الشمس رح نشوف ناس اكثر هون. لكن بشكل عام احكي لنا عن الجلسات الحواريه اللي هي عم بتكون في كل ملتقى، اللي بتهدف طبعا للتعريف بالرياضات الالكترونيه وكمان توصيل الرساله للاشخاص اللي موهوبين من المحبين الرياضات الالكترونيه انه يحترفوا الموضوع ياخذوه خلينا نحكي لمستوى متقدم اكثر. 100%. هلا الحمد لله دائما وابدا على كل شيء، بس احنا بنسوي هاي الجلسات الحواريه بنجيب ناس مثلت الاردن وشرفت الاردن بمراكز اولى سواء من جميع الالعاب، سواء من فيفا او من ستريت فايت او من فالورانت او من اي لعبه او من كاونتر سترايك، دائما نحاول نلمهم عشان يعني نستفيد من هذه الخبرات السابقه عندهم ويعطوها للمواهب الصاعده اللي الان طالعه. وهذا الشيء بصراحه بيساعد وبيختصر علينا وقت وجهد من ناحية أنه إحنا نقعد مثلاً نأخذ معلومات نحاول نسحب معلومات، لا إحنا عندنا منتخبنا أو أبناء بلدنا الحمد لله مشرفين الأردن من طول عمر بمجال الرياضات الإلكترونية، فالاتحاد الأردني قرر أنه يعني يحتوي هذول اللاعبين، يأخذ منهم فيدباك، تغذية راجعة، إيش المطلوب منا إحنا كبلد، والحمد لله الآن قاعدين عم نشوف ازدهار جدا رائع الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني وجود الاتحاد ووجود فعاليات مثل اللي إحنا موجودين فيها الآن بتدل على إنه الموضوع جدي، الموضوع مش بس ألعاب ومضيعة وقت اللي هو كان تفكير كتير من الناس، لأنه موضوع ممكن عن جد يكون يدخل عائد مادي وممكن يكون هو مصدر دخل للشخص إذا أخذه باحترافية. فأنا بدي أسألك هون، كيف عم بتشوف أداء ومستوى اللاعبين؟ هل عم بيكون في عن جد نزاهة؟ عم بيكون في عن جد مستويات؟ وخاصة أنه أنت عندك خبرة في الموضوع. نعم، هلأ إحنا بشكل مبدئي كل اللاعبين اللي عندنا في منهم اللي مثل المنتخبات سواء في السنوات السابقة وفي منهم اللي مثل المنتخب في هذه السنة. الآن عندنا عبد الحكيم الدراوشة طبعا معلومين هدول، والحمد لله مثلا عندنا اللاعبين بسي اس جو وعندنا لاعبين بدوتا زي عامر برقاوي، عيسى مراد، أنا مثلت لعبة فالورنت للمنتخب الأردني 5 سنين متتالية، والآن إحنا إن شاء الله داخلين على بطولة الاتحاد اللي هي ب2/5 وحتى من 9/5 إلى 11/5 في الأرينا اللي في البزنس بارك، والآن إحنا كسيرفر اتحاد صار في عندنا سيرفر للاعبين يفوتوا يقدموا أسئلتهم، يحاولوا يدوروا على تيم، يعني الآن صار في دعم لم يحدث قبل ذلك ولا في 10% من هذا الدعم اللي عم نشوفه الآن. من هذا الموضوع اللي عم تحكي فيه بدي أسألك، يعني كشخص عم كان أو واكب أو عاصر الفترة اللي هي ما كان فيها اهتمام بهذا النوع من الرياضات، ما كان مأخوذ على محمل الجد خلينا نقول، وهلأ اللي عم بيصير والتطور والتقدم، فأدي بتحس مهم دعم هذا النوع من الرياضات الإلكترونية؟ هلأ هو جدا مهم، لأنه جدا هذا المجال فيه نحكي ضخ أموال هائل، إحنا لما نحكي عن 200 مليار وليس 200 مليون هذا الرقم يعني فوق الخيال، ما في أي قطاع نحكي عنه في الأردن أو في الشرق الأوسط ممكن يحط هذا الرقم في هذا المجال. الدعم اللي إحنا الآن عم نشوفه يعني اختلاف 180 درجة عن الدعم في السنوات السابقة. أنا ما أقصد السنوات السابقة، ما بدي أرجع في الزمن كثير، أنا الحمد لله مثلت المنتخب في سنة 2014 وسنة 2015 وسنة 2016 وسنة 2017 و18 كلها كؤوس عالم. بعد ذلك إجت جائحة كورونا قعدنا شوي، بعدين رجعت مثلت المنتخب أيضا في الرياض مع
رئيس الاتحاد الأردني سمو الأمير عمر بن فيصل في سنة 2021. فالآن إحنا الدعم اللي عم نشوفه هو حقيقي، لأنه في مصادر دخل، وظائف شاغرة لأبناء بلدنا وبنات بلدنا ولجميع الفئات العمرية، نحكي من فوق ال 14 15 16، يتم تدريبهم على التهيؤ لما يكبروا إنهم يفوتوا على مجال العمل. والجميل إنه مش بس ممكن يكونوا لاعبين، ممكن يكونوا محكمين، ممكن يكونوا محكمين، ممكن يكونوا مدراء، ممكن يكونوا محللين، ممكن يكون مدرب، مثل ما أنت عندك فريق كرة القدم له مدرب وكادر فني وكادر طبي، نفس الإشي ذلك ينطبق على مجال الرياضات الإلكترونية. عمر، يعني إيش رسالة أخيرة للناس اللي هم مهتمين، الشباب المهتمين بهذا النوع من الرياضات؟ رسالة أخيرة، الآن الأردن بدخل مرحلة لم يدخلها من قبل، وفي ازدهار في 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 يعني الشرق الأوسط خاصة، يفوق الآن البلدان الأوروبية أو الغربية، خلينا نحكي. سيدنا الله يطول بعمره، جلالة الملك عبد الله الله يطول بعمره ويحفظه، في سنة 2010 وصى على هذا القطاع، والآن احنا قاعدين بنشوف فعلا في اهتمام جدا رائع من جميع الشركاء، سواء من الاتحاد الأردني، سواء من جيمينج لاب، سواء من شركة زين، سواء من صندوق الملك عبد الله. فهذا الاهتمام يعني وجب أن يكون قبل سنتين أو ثلاث، ولكن في شغلات خرجت من إيدينا اللي هي جائحة كورونا وقفت العالم كله. فالآن إحنا الحمد لله مستمرين في الاستراتيجية تبعتنا، مستمرين في الدعم تبعنا لأبناء بلدنا وبنات بلدنا، لأنه بالآخر إحنا بنمثل منتخب، واللي بيمثل منتخب يعني بيمثل 11 مليون مواطن. يمكن بدي أعقب على شغلة حكيتها، جائحة كورونا ممكن وقفت قطاعات كتيرة، بس يمكن هي فادت الجيمينج جدا، فادت لأنه الكل ينزل ويلعب ويشوف. فأنا شخصيا من الناس اللي كمان كنت ألجأ، لأنه ما كان عندنا إشي تاني، وصرنا نقدر نتواصل مع الناس التانيين أصحابنا ونلعب معهم. صحيح، كانوا قاعدين مع بعض. صحيح، وأنا والله شخصيا كمان بجائحة كورونا زي ما أنت تفضلتي فادتني أكثر من قبل كورونا، صار عندك وقت يمكن أكثر تدرب فيه، أكثر فراغ أكثر بعيدا عن الالتزامات الشخصية، حتى المنافسين صاروا أكثر. يعني أنا مثلا إذا كنت أدخل بطولة يكون فيها 16 فريق، بجائحة كورونا كنت أدخل على بطولة فيها 64 فريق، يعني مثل ما أنت تكرمتي جميع فاضي، جميع بالبيت. ما كان في بين إيدينا يا موبايل يا كمبيوتر ونت، يعني ونتجه إلى مواقع السوشيال ميديا أو الإنترنت بشكل الإنترنت عام. بشكل عام بتمنى لك توفيق أنت وكل الأشخاص القائمين على مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية، وأكيد نتمنى التوفيق لكل المتسابقين اليوم. كملين معكم إن شاء الله اليوم، وأكيد بالبتر في الفترة القادمة في العقبة في إن شاء الله في العقبة، إحنا بالبتر في العقبة أكيد. أي نعم، مستمرين والعقبة في تاريخ 27 و28 من الشهر الحالي إن شاء الله. 100%. الله يسعدك، شكرا لك عمر العبان، فايبر، أهلا وسهلا. الله يسعدك، شكرا لك، أهلا. الله يسعدك.